مشاهدينا اهلا بكم في هذا المباشر من مدينه الدار البيضاء، ومعنا الاخت بحه اللي جات من زاويه الشيخ وبالضبط منطقه اغبالو، هي وجوج وليداتها. البنيته امينه عندها 8 ديال السنين، هذه عامين باش جاها سبحان الله سرطان الرحم، الله يشافيها ويعافيها. دارت 40 حصه ديال 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 الشيميو، وعاد شهر ديال الاشعه، وما للاسف يعني ما تشافاتش ومهدده، يقدر يتم استئصال الرحم ديالها. دابا موقفه العلاج هاد السيده عامين وهي مع بنتها، من عند البنت 6 سنين دابا عندها 8 سنين، وهي كتجي لبنوروش بلا كتجي 20 غوش، كتجي ل 20 غوش باش كتعالج بنتها، وكتبات في الزنقه الحمد لله. واخا دوي كيما بغيتي انا نشرح. والحمد لله واحد السيده دخلاتها لدارها، راه جينا هي خارجه عندنا دابا، واحد السيده ملي شافت البنيته بقات فيها البنيته وقالت لها لا ما تبقاوش في الزنقه، اجي تبقاو تباتوا عندي. السلام عليكم بحه. وعليكم السلام ورحمه الله. الله يشافي البنيته. امين يا ربي، اللهم امين اختي، اللهم امين. بنيه مريضه مسكينه عامين، هذه كانت مالها مسكينه؟ عندها السرطان في الرحيم والمصران والبولة. واخا باش عرفتي فيها السرطان؟ شنو الاعراض اللي كانوا عليها؟ طايحه مسكينه في الاول في الحجر الصحي، وجبت السبيطار ديال الحومه، قال لك بني من الليل ما عندي باش نجي لبني من الليل. نعم. جيت لبني من الليل شديت لا سخفات ليك ولا سخفات؟ انا جديت لا بيلانس ب 25000. وصلت الدار البيضاء قال لك بغا دير العمليه، دارت عمليه حيدو غير شي طريف. صافتها للوالده. اييه صافتها، واقيلا ترجعوا تحاليل قال لك عندها السرطان، تمشي ل 20 غوش ديال الشيميو. بدات مسكينه كدير الشيميو كدير الشيميو، ملي دارت لي ريم قال لك صافي هادشي يجمع. هاي تخي جمعة سادة ستينكس. نعم يعني بدا كينقص. هاي دو دي العملية يلهرش يا حي سولي انتي دنا انا مراس نكيس والو. دارت عملية اخرى في الهرشي قالك ما حيد والو باقي المرض. هاي نعم الشيء يوم صغر النبولة شد ليها حتى في النبولة. هاي نعم يسات دو تيري شيعة قال خصك عاوتاني ديري اشعة اخرين. هاي دارت مسكينة الاشعة وتبعها 6 شهور ديال الشيميو مسكينة. ملي دارت السكانير قال لك باقي عندها السرطان، العمليه ما نزيد ليهاش الشيميو ما نزيد ليهاش، اش غندير في هذه البنيه اختي؟ يعني دابا حبسوا ليها العلاج. قال لك السرطان باقي فيها. هذه الحصص اللي دارت 40 حصه زائد شهر واحد اخر ديال العلاج ما قدات حتى شي حاجه. قلتي لهم قالوا لك واش غيديروا لها استئصال الرحم؟ يعني غيحيدوا ليها عاد تنكس الوالده؟ لا ولا تتكسن، ان انا من يوم صغر غير النبوجه، ما المشكله نقيس النبوجه. نعم. غتبول طول العمر الحياه تنس. انت ذاك كنت ترخ سكوت ما لبيخت ما لي تعاون نايت خنت البات شان الجمعيه غنشات تي تاون غلب الراعه الله هذه عاد خايت خنت البات مسشين يا ربي. يعني النداء ديال الام ما كتعرفش تهضر شويه ما كتعرفش تهضر بزاف بالعربيه. قالت لك انا بغيتي لي يعتق ليا بنتي، لان دابا من الرحيم من الوالده شد ليها في النبوله وشد ليها في المصارن، ودابا وقفوا العلاج كيقول ليها ما يعني وقف العلاج ديالها، ما خصها دير لها حصص، والمرض راه مازال فيها عامين وهي كتكافح مع الابنه ديالها. ونضيفوا ان هذه السيده في اغبالو اغبالو شركور وشركور اغبالو وكركور راه عندها غير عشه. كتسكن في عشه ديال الميكا، يعني كيف تبعتوا معنا مشاهدينا عشه ديال الميكا فين كتسكن بحه والزوج ديالها وجوج ديال الوليدات امينه وموسى. جات مسكينه هي وزوج ديال وليداتها والزوج ديالها بقى في الباديه. ما مرض يا اختي شازي غتداوت ورديتي غادي يخدم. وراجلها حتى هو مريض ما كيقدرش يخدم. ارتاح لي غير هاد اليامات، دار عطوهم السكانير قال لهم خصها الناس تجي السكانير والو ما سيا ورس المشكله كذا داوت ورده يخدم. لا اله الا الله محمد رسول الله. لا حول ولا قوه الا بالله. يعني الراجل مريض، البنت مسكينه عامين فيها سرطان، يعني ملي كنسمعوا ملي عندها 6 سنين وهي فيها سرطان الرحم. غيدير لها العمليه في الشهر 5. علاش؟ عنده شي مشكل في البيضه ديالها.
والولد كذلك غادي العمليه ان شاء الله في شهر 5. عنده مشكل في 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 في, في الخصيتين ديالو، عنده شي مشكل في الخصيتين، شهر 5 خصو يدير العمليه. يعني هاد السيده مسكينه بعدا برانيه، ما عندهاش حتى ما كتعرفش تهضر بالدارجه باش تقدر تفاهم، باش تقدر ولاتي سير غير اذا عرفت يعني كتلقى واحد الصعوبه. ولاتي سير غاتي وتغدي طبيب، ولاتي سير غدي هي تشاد الوقت تالباتين، وسير غزيدي زويري ما دارتي كان استيني غمايت يا تالباتين سير سير سير. قال لك ما كتعرفش تواصل مع الطبيب، مع ما كتفهمش بزاف العربيه، ما كتعرفش تهضر، ما كتعرفش واش كيقول لها بنتها خصك تنعس، خصها تنعس ولا خصها تخرج. قالت لك يعني ما كتفهمش مزيان، فهذا تا هو كيشكل ليها واحد العائق. حنا الكل الرجاء، الرجاء كله، الرجاء كله للمحسنين، على بنت على الطفله امينه، طفله امينه مسكينه اللي عندها سرطان في 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 الرحم ديالها، وقاص ليها الوالده وقاص ليها المصران ديالها، وامينه راه كتنزف يعني كتخرج بالدم، كيدوز منها الدم. ياك لا لا تسيدها من مسشيني ياك ما كيحبش لها، لا هذا كيجي يومين ويدون 15 يوم. نعم. دون يومين دون 15 يوم يعني كتنزف واحد يومين، ومن بعد كتمشي واحد 15 يوم وعاوتاني كينزل منها الدم، والام ما كتبغيش تبين الدم لبنتها باش ما تخلعش. ايوا ولاتي غلاس علي باين، غلات تقول خا تخجع تعصب خاوض كي ندير عصب صافي انتيني غير تريقي ولا السوق الخاض ولا لا يلاه محمد رسول. ياك وكي شدها الحريق مسكينه؟ شدها مسكينه البارح حنيت ما نعسات شنيا هي. ياك ورديني ضيام يا اخت شانيين غا تودي سنس. الله ايوا واجو ما يدير السوق راه مشي لاش قديس. هذا ديس تام هذا ديس دغيا سيد لاوي الناس سيد لان مسشين غير تدو سيد هم لا لا يلاه محمد رسول. الله يشافيها ويعافيها. يعني صراحه حنا ملي تلاقينا معاك وقلتي لنا سرطان الرحم شويه كيألمنا، خاطرنا مع طفله مسكينه وباقا صغيره، كنقولوا سبحان الله باش نعرفوا ان الامراض راه من عند الله سبحانه وتعالى. يعني ابتلاء من عند الله سبحانه وتعالى. هي دريه صغيره ما كجاها سرطان الرحم، ما سبحان الله. شايك عاد خريت خندربات قول ما لبي قول ما لبي خصي يدوالو شان جمعياتي ونغرب راه الله يدوالو شي يوقفنا يتسوي يدوالو وايد 20 غشت ولا تيين والو. نعم صافي مشين الشيميو ديال بزاف ديال 40 حصه بزاف مشين غرسه مان يوديس ولا لا سالي كسان غرسه مان النبوله. يعني فين ما تا في الكرش عنده الماء في الكرش والنبوله يعني. وهاد السيده الناس اللي غيفهموا الامازيغيه غيفهموها، قالت لي كنوجه لكم الله يموقفوا لي مع بنتي شي جمعيه شي محسنين غير تشافى بنتي. يعني هي الامل ديالها كامل، وعلاش هي عامين عامين وهي في الدار البيضاء مده كبيره وهي كتبات في الزنقه. الحمد لله هاد السيده دخلتها لدارها على ود البنت ديالها، كترجى جميع المحسنين. وحنا في هاد الايام المباركه عفوا ودخلنا في العشر الثانية إن شاء الله، العشر ديال المغفرة من الذنوب. يا ربي المحسنين اليوم يتصلوا على ود أمينة اللي عندها 8 سنين بعد السيدة دخلاتك. دخلات في لقاتك هاد السيدة الله يجازيها بخير من المنبر. كان عسها في الجردة مسكين جابت ديال السبيطار ديال السبيطار في 20 غوش لقاتنا مسكينة دارت ليا الخير الله يجازيها بخير الله يديها الجنة. شافتك وجات عندك؟ أييي الله يرحم ليها الوالدين مسكين. ملي جات عندك مسكينة؟ جات عندي مسكينة قال لي اش بقيتي أنا؟ قال لي ودين كان عس في الجردة، قال لي كان دي معايا اللي كان شرب تشربي اللي كان اكل تاكليها مرحبا بك. ودخلات عندي وما بقيت في الجردة، كان عس في الجردة ما لقيت ما ناكل ما لقيت ما نشرب في الاول. لا اله الا الله محمد رسول. يعني مشاهدينا هادو هما اللي كنقولوا عابر سبيل عابر سبيل. جات مسكينه من اغبال واكركور للدار البيضاء هنايا باش تعالج بنتها، كانت كتنعس في الزنقه السيده شافتها في الجرده قالت لها مالك، عاودت لها الظروف قالت لها زيدي معايا للدار اللي كليناه ناكلوه مجموعين، اما راه كانت كتبقى بالجوع راه كانت كتبقى بالجوع ما كتلقى ما تاكل. خلاص الواحد البراني جاي ما عارفاش كيفاش طرق البيبان، ما عندهاش اللهجه باش تهضر، بزاف ديال الامور العوائق اللي كاينه عند هاد السيده. حنا كنتمناو اليوم ان شاء الله باذن الله تعالى التليفون ديالها ما يوقفش على وجه، حنا كنقولوا على وجه غير الاطفال. الدريه مسكينه والله القسم وراتني دابا جيت هنايا دايره جوج العمليات ديالها على مستوى الرحم، يعني جوج العمليات و40 حصه ديال الشيميو وما براتش الدريه وباقي فيها وما والام ما عارفاش واش غيحيدوا ليها الوالده ولا مازال غتزيد العمليات. قالت لك كنمشي كيقول لي سيري ما عارفه اشنو دير، لا ما تقدم لا ما توخر، وهي حاليا في الدار البيضاء والوليد الصغير هو جايبه معاه ما عندوش كيكون، يعني العائله بحال تشتات، الراجل تما وهما هنايا وعاد ضيق ذات اليد. يعني الفقر اما يكون عندها الفلوس راه احسن كلينيك غتكون نعسه فيه بنتها، راه احسن اوطيل غتكون ساكنه فيه، كل عندها الامكانيات. داكشي باش كنقول للاسف يعني الناس الضعفاء او الناس الفقراء، وكلنا فقراء تحت رحمه الله سبحانه وتعالى. يعني ملي كيجي المرض عاد كيبان كتبان الحاجه. الله يجازيكم بخير. تفضلي. هذه البنيه ماشي انا
حالات مسكينه عانينا هذه ديال الشيميو ديال ما كاين والو ما كان فهم حتى حاجه. ولاتي سير غادا تسي ورق دات جو غري طبيب ولاتي سير غادي تنسي ورق دي قرينا غير دي غور سير غادي تسي ورق لا اله محمد رسول. قالت لكم كتمشي لقات عاون واحد البنيه كنمشي عند الطبيب ما كنعرفش نهضر في الزنقه ما كنعرفش نهضر ما كنعرف ما كان ما كنفهمهم ما كيفهموني يعني صراحه ما كرهناش المحسنين يدخلوا كيف قلنا لكم كانوا الامكان حنا يعني الانسان اللي ما عندوش كتبان الحاجه ديالو في هاد الظروف في السبيطار في المرض يعني كيبقى مسخسخ ما كيلقى فين ينعس ما ياكل ما والو. فالله الله يكون الله يحسن العوان ونتمناو يا ربي ومازال ان شاء الله غنتواصلوا مع هاد السيده ونشوفوا فين وصلت. نتمناو يا ربي المحسنين يتصلوا بها الرقم ديالها راه مكتوب فوق مسكينه ما قارياش 0674452576 0674452576. هذا هو الرقم ديال الاخت باحه واللي بغينا المحسنين يتعاونوا معها على وجه امينه وموسى امينه اللي حاليا مازال كتعاني من السرطان على مستوى الرحم. ما بقى لمشاهدنا الا ندعكم دمتم في امان الله الى اللقاء.